عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعينا الكرام، متابعي قناة كرة سبورت، أهلا وسهلا بيكم في كل مكان، فيديو جديد وحلقة جديدة. في البداية ما تنساش صلي على الحبيب المصطفى في الكومنتات، وكمان اطلع دوس لايك للفيديو عشان نوصل لأكبر عدد ممكن من عشاق النادي الأهلي. في الفيديو ده هنتكلم عن ملخص مباراة النادي الأهلي النهاردة أمام طلائع الجيش، مباراة خيبة أمال الملايين والملايين من عشاق وجماهير النادي الأهلي، في لعيبة كبيرة في النادي الأهلي لا تستحق التواجد وارتداء تيشيرت النادي الأهلي. كمان النهاردة كان في أخطاء وكوارث بالجملة، ابتداء من الجهاز الفني حتى اللاعب رقم 14 أو 15 اللي شارك النهاردة في المباراة، طبعا باستثناء الكابتن محمد الشناوي، عمل كل اللي عليه، صد ركلتين جزاء، عمل كل اللي عليه زي ما بنقول، ولكن لعيبة النادي الأهلي دايما دايما هي اللي بتحط نفسها في المواقف الصعبة. النهاردة بعد المباراة وبعد انتهاء مراسم التتويج والاحتفال بالبطولة، كابتن محمود الخطيب بيقرر توقيع عقوبة مالية على كل لعيبة النادي الأهلي وبالجهاز الفني، وخصم 300,000 جنيه من كل لاعب وعضو بالجهاز الفني حتى كمان بالجهاز الطبي بعد الخسارة. محدش يطلع يقول لازم ندعم اللعيبة دي حتى النهاية، انت دلوقتي في موسم انتقالات وده الوقت اللي بيتحاسب فيه اللعيبة، اللي مش قد المسؤولية في النادي الأهلي يمشي، اللي مش قد المسؤولية واللي مش هيقدر يلعب بروحه والجرينتا بتاعت النادي الأهلي يسيب النادي ويمشي، يجيب له عرض من أي نادي آخر ويمشي. الدعم ده بيكون عشان خاطر تقف على رجلك وترجع تاني للمسار الطبيعي، وهو إيه المسار الطبيعي ده؟ هو الفوز بكل البطولات. لكن مش ده اللي شفناه النهاردة. النهاردة احنا شفنا التخاذل والاستهتار والتعالي على المنافس، وكأنك نازل المباراة ضامن المكسب وضامن الفوز على نادي طلائع الجيش اللي النهاردة بالمناسبة ملعبش كورة، كان دايما بيدافع طول المباراة، ولكن ده فكر مدرب واللي تكسب بيه العب بيه. لكن النهاردة كان فين شخصية النادي الأهلي؟ التقصير بيطول الكل من أصغر لاعب لأكبر لاعب، وخسرت بطولتين ورا بعض، الدوري وكاس السوبر المصري، مش في قاموس النادي الاهلي. والاسوأ هو الاسلوب والاداء اللي ظهر على كل لعيبة النادي الاهلي باستثناء طبعا الشناوي. لازم تفوقوا، انتم مفروض ان انتم ابطال افريقيا وداخلين على موسم قوي وبطولات كتير جدا لسه هتلعبوا عليها، وفي كمان بطولة قارية مهمة من مباراة واحدة، مش هينفع تقصير او استهتار باي شكل من الاشكال. النهاردة احنا لو هنقول شكرا هنقول شكرا للشناوي، لانه دايما عامل اللي عليه وعمره ما خذلنا، ودايما في كل المواقف بيثبت تأثيره وقوته وان هو لازم يعتمد عليه. هو فعلا يستحق النهاردة البطولة، هو اللاعب الوحيد النهاردة في النادي الأهلي اللي يستحق البطولة هو الشناوي. النهاردة كارثة لما نيجي نشوف كده أحسن نادي في أفريقيا وأفضل نادي في أفريقيا مفهوش لعيب بيسدد كرة على المرمى، لما نشوف لعيبة من المفروض أنها مصنفة من أفضل لعيبة القارة مفيش لاعب فيهم قادر يلعب عرضية صحيحة، مفيش مهاجم في النادي الأهلي قادر يطلع يضرب الكرة بدماغه. النهاردة صانع ألعاب النادي الأهلي مجدي أفشة اللي هو مفروض برضه من أفضل لعيبة مصر ومن أفضل لعيبة القارة ما بيقدرش يشوط الكرة، ما بيقدرش يسدد على المرمى، ما بيعرفش يلعب فاول، ما بيعرفش يلعب عرضية. كمان اللي بيشيل الخسارة النهاردة أو المسؤول عن الخسارة بتاعت بطولة السوبر وبطولة الدوري كمان مش لاعيبة النادي الأهلي ولا بيتسو موسيماني بس، لأ، المسؤول عن كل الخسارة اللي احنا شفناها من النادي الأهلي هو المسؤول الأول سوشيال ميديا النادي الأهلي وكل الصحفيين المحسوبين على النادي الأهلي، لأن دايما بعد كل خسارة بدل ما نعنف اللعيبة ونشدهم شدة مظبوطة عشان خاطر يلعبوا كويس ويلعبوا بروح النادي الأهلي، لأ ده احنا بنطلع نحفل على الزمالك، بنبقى لسه خسرانين الماتش ونطلع نحفل على الزمالك ونحتفل بجون مجدي أفشة في الزمالك، والقضية ممكن والقضية راحت والقضية جت. احنا نفخنا لعيبة واديناها حجم مش من حجمهم،
وادلهم مستوى اعلى من اللي هم فيه ولا اللي هم يستحقوه. كارثة فعلا لما تلاقي النادي من افضل اندية القارة ما فيهوش لاعب يوحد ربنا بيعرف يلعب عرضية صحيحة. دي كارثة. ما فيش لاعب النهاردة بيقدر يسدد على مرمى الخصم 90 دقيقة، ما فيش لاعب سدد على الجول بتاع محمد بسام. تعال نروح بقى لبيتسو موسيماني. بيتسو موسيماني اللي دايما بعد كل مباراة بيثبت ان رأي رضا عبد العال فيه كان صح وكان كل مصر غلط. الفوز ببطولتين افريقيا ورا بعض ده طبعا انجاز ما قدرش معظم مدربي النادي الاهلي تحقيقه، انجاز ما قدرش الجيل الحالي حتى تحقيقه، واللي كان بدأ يفقد الثقة في نفسه. مع وجود بيتسو موسيماني قدر يستعيد زمام القارة والنادي الاهلي يرجع تاني لمنصات التتويج القارية ويسيطر عليها ويثبت ان هو افضل فريق في القارة، وما كانتش مجرد صدفة ابدا. قدر يكسب كل فرق القارة الكبيرة قبل الصغيرة بأداء ونتائج وفنيات، والكل أشاد بمستوى النادي الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني قاريا. لكن محليا كل حاجة وقعت من بيتسو موسيماني. أصغر الفرق في الدوري المصري كانت بتلعب على الفوز على النادي الأهلي. الأهلي فقد سيطرته المحلية بإرادته بمباريات بيبقى راكبها فنيا وبيخسرها، بماتشات بيظهر فيها وحش باختيارات غلط تخلي الدنيا تتعقد قدام النادي الاهلي وبيفقد نقطتين ولا بيفقد 3 نقط. وسبب خسارة الدوري وسبب خسارة النهاردة هعيد تاني هو السوشيال ميديا. النادي الاهلي ما بيشدوش اللعيبة، دايما بنطبطب على اللعيبة وبنطب اللي ده وبنطب اللي ده، وفي الاخر جه على قفانا وعلى دماغنا احنا وحرق دمنا احنا. وكأن موسيماني اللي بيلعب في قارة افريقيا في المباريات القارية بيتبدل بشخص تاني خالص بالتوأم بتاعه بقى محليا، مش عارف اي حاجة ومش قادر على اي حاجة في الدوري. العجز الفني اللي بنشوفه بيقول ان في حاجات كتير غلط مش حاجة واحدة. الفترة الجاية بيتسو موسيماني محتاج يقعد مع نفسه موسم كامل في السوق المصري. انت خسرت فيهم بطولتين، لازم تتعلم منهم، لان الفوز القاري مع الخسارة المحلية مش هتشفع ليك مع جمهور زي جمهور الاهلي. ولازم جمهور النادي الاهلي او صفحات النادي الاهلي على السوشيال ميديا ولا الصحفيين اللي هم محسوبين على النادي الاهلي لازم يفوقوا. مش كل شوية نحتفل بالقضية بتاعت مجدي قفشة، مش كل شوية نفضل ننفخ في لعيب على حساب النادي. النادي الاهلي هو رقم واحد بالنسبة للجماهير مش اللعيبة. انا بشجع النادي، ما بشجعش مجدي قفشة ولا بشجع صلاح محسن، احنا بنشجع النادي الاهلي. فلازم اللعيب اللي مش هيفيد النادي الاهلي بمليون في المية من مستواه يبقى ما يلعبش مع النادي الاهلي تاني، يبقى يطلع إعارة ولا يطلع يشوف أي نادي تاني. يا فرحتي لما نبقى فايزين ببطولتين أفريقيا ورا بعض ونيجي نخسر بطولة الدوري اللي هي المفروض من أسهل البطولات، وما نجيبش الحجة في التحكيم، ما نجيبش الحجة في التحكيم، لأن كان في مباريات كتير كنت أنت تقدر تكسبها بمجهودك وخسرتها أو اتعادلت فيها. لو كنت أنت كسبت المباريات اللي أنت كنت بتلعب فيها كويس كان زمانك انت دلوقتي بطل الدوري. النهارده لو كان في اداء كويس من لعيبه النادي الاهلي كان زمانك انت بطل كاس السوبر، كان زمانك عامل انجاز تاريخي واخد الخماسيه في موسم واحد، مفيش نادي في مصر يقدر يعملها. لكن رعونه لعيبه النادي الاهلي والنفخ اللي بتعمله سوشيال ميديا النادي الاهلي في اللعيبه هي اللي خلت لعيبه الاهلي النهارده تتعالى على الكوره، وكأنهم خلاص خدوا كل البطولات قفلوا اللعبة زي ما بنقول. لكن المسؤول الأول عن خسارة الدوري وخسارة السوبر هي سوشيال ميديا النادي الأهلي، معاهم بيتسو موسيماني واللعيبة اللي بتتعالي على الكورة.
معاهم الإدارة، لأن دي كان المفروض إدارة النادي الأهلي لما كانت حست إن خلاص الدوري هيهرب من إيدينا كانوا المفروض ينزلوا عقوبة مالية 1,000,000 جنيه على كل لاعب، والعقوبة دي تتشال في حالة واحدة، التتويج بالدوري. فأنت النهاردة جاي تعمل عقوبة مالية 300,000 جنيه على كل لاعب بعد خسارة السوبر وخسارة الدوري. مش كتير، 300,000 جنيه قليل جدا على خسارة بطولتين. اللعيبة دي احنا بنفتخر بيها وبنديها اكتر من حقها لما بيكسبوا بطولة او بياخدوا مكافآت، يبقى لازم لما يخسروا بطولة يتخصم منهم فلوس تقطم الوسط.